قول لي انت شك هادي شي قبيله فكن شي عاود لي على هاد المغامره اللي كتدخلوا لها نتوما الشباب كتعرف بارود ماشي ساهل والحركه ماشي ساهل. واش نقول لك اخويا البليه هادي امشي واخا مهما صعيبه وفيها المغامرات كنحبوها كنعشقوها. كاش واخا شحتك البارود دابا ضاحك ولبس معلوم ضاحك وباخر باخر الحمد لله. كلا هو الاخوان شي ركاب كلاها شي ضربه خايبه؟ كان تضرب البارح واحد السيد كلاها ضربه خايبه قدم ديالنا كنطلبوا ليه الشفاء العاجل العربي الشرقاوي كلا فيتو. واش كيضربكم البارود ولا شنو كيوقع؟ كضربنا المكحله. واش شي كيوقع دائما يعني في اي موسم؟ في اي موسم ان شاء الله. واش شي ما يمنعكمش انكم ما ما يمنعناش لاننا نحبسوا هاد البليات. طيحة خايبة اللي بغيت نقول لك اخويا واحد القضية. انا في 2013 تضربت في وجهي يعني واحد اخر كنت تضرب ما عمرو غي انا تضربت في وجهي وراك شتي الاصابه في النيف عندي بالبارود ومشى ليا وجهي كامل وباقي تركب. هذا الشيء تيجري في الدم فهمتيني. هذا البارود هذا تيجري لنا بالعروق تقدر ما تكونش راكب ملي تيهم راكبين تيجيك داك الشيء من عند الله. بنادم ملي تيبغي يركب تيتوضى الوضوء الصغير الوضوء الكبير وتيركب راه قبر هذاك المحلول. السلامة راه كاينه مكحله غتفرقع عليه كاينه راه بحال اللي شفتو واحد الاخ الله يرحمه في هذا النهار هذا في مولاي عبد الله سببو مكحله مات مسكين مقدم وصديق ديالنا الله يواليه برحمه الله سببو المكحله مات. هادشي علاش نصليو الصلاه ديالنا وتنكونوا موضين على طهاره عاد تنركبو. واش مكحله ديالو وعنده وحده في ظهرو ها لا راه مكحله صافي انهز. السلام عليكم. السلام خويا. ان شاء الله حد عييتي. الله يحفظك. وشنو تدير؟ عييتي شويه. اي قبيله وانا تنشوف فيك وانا تنصور وتدير واحد الحاجه زوينه هو انك اللي طحت تجري باش انك تهز. خوتنا مغاربه خويا دري شنو ندير؟ هذه بادله من عندك انت.
خلاص زعما انت هي اللي تطوعتي باش تعاون هكا الدراري؟ لا انا خدام وكنت نحسبهاش خدمه، تعاون خوك مغاربه فحالك فحالهم. علاش تشوفك تجي تجري والعينين ديالك يعني حاضي؟ راه ضروري اخويا شنو تكلم ليا شويه على هادشي اللي كدير على التوريده؟ انا ماشي نفهمش في الخايب بزاف. ايوا شي خياله هنا شي فرصه طاحوا شي طيحات خايبين؟ طاحوا واحد الدريري صغير طلعنا الفوق وطاح واحد الدرع وشي سقاص في راسو شويه صافي جرح. انت ديما كتعيش معاهم هاد؟ لا اول مره ضربت معاهم واحد 3 شهور هنا. في جاك يعني البارود ماشي ساهل بنادم تيغامر براسو في السبيط؟ صعيب اخويا كاين اللي تمشي ليه الدو كاين اللي تهرس يقدر يموت كاع بنادم الناس الا طاح وعفط عليه شي خيل ولا شي حاجه رصاو. العود ما عمرو يقيسك، ودابا واحد المثل إلا كنتي راكب على حمار تيديك حتى لواحد البلاصة تيطيحك. العود لا، العود مشرف ما عمرو غيقيسك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك علموا أولادكم ركوب الخيل والسباحة والرماية، يعني الرسول ديالنا عليه الصلاة والسلام ملي توصى على الخيل إذا راه شي حاجة عظيمة عند الله. أخيرا أنت باش كتحس وأنت كتعاون الناس؟ تعاون خوتك مسلمين اخويا تحس بشي احساس زوين فهمتي ضروري. ما نعرفش كيفاش نوصفه لك ولكن ما عرفتش اخويا. انت كتعرف غير تمشي وتهز هذاك الشخص وتعاون؟ هذا هو التطبيق يعني بصح. نخليك لمن شكرا جزيلا وتبارك الله عليك. عادي داك الشيء دابا هذا الشيء تيبقى عند مري الخيل عادي، كاين شي فارس لا ما تقاش ولا ما دارش الفاصمه تيقول لك ما مشيش الموسم، شيء عادي واخا كيضربوا كيتشافهم عند الله سبحانه وتعالى، شيء عادي. انسان يضربو موطور يقدر يتعدى ولكن يطيح فوق عاود عادي عادي جدا. انا نهضرنا على السلامه واش قاسوا شي وليدات عندك في الضربه؟ عندي واحد اللي تضرب ولكن ماشي شي ضربه خطيره، ولكن الحمد لله البارود هذا تسخير من الله والسلامه هي كل شيء والله يدير لي فيها الخير. انا كنصور واكلت بزاف ديال السقوط بزاف ديال الاصابات. هذا المشكل هذا توقع من الركاب لان الركاب ما تيوجد شغله. هو واحد المثال قال لك راه طاح قال لي من الخيمه بشمايل فهمتيني، لان خصو يوجد راسو المطاريان. شوف العود هو المطاريان، الفارس ديالو خصو المطاريان ديالو يحضيه ويصيبو مزيان عاد يركب. كاينين بعض الشباب الله يهديهم تيجي ما تيقادش المطاريان ديالو، هادشي علاش يوقعوا اصابات. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.